سماحة الشيخ، مع إطلاق هذه الحملة، ما هو المطلوب من الجماهير ومن الشعب البحريني المتفاعل مع هذه القضية ومع الشعوب الأخرى التي تهتم بالقضية البحرينية وتتعاطف معها؟ أنا أتصور أن على كل يعني المواطنين الذين يملكون الأدلة ويملكون الإثباتات والمعطيات لديهم على ما تقوم به هذه السلطة من جرائم، من انتهاكات للبيوت، لحرمات البيوت، أن يبادروا سريعا لعملية التوثيق التي تقوم بها جمعية الوفاق على مدى هذا العام وأكثر من عام الآن، ولا زالت مستمرة. نحن ندعوهم إلى توثيق هذه الجرائم حتى يطلع عليها العالم، ونقول لكل العالم، لكل المنصفين، لكل الأحرار في العالم، تعالوا لتنظروا ماذا يجري في البحرين، تعالوا لتروا ماذا يجري في البحرين من حجم، من جرائم ومن قسوة ضد المواطنين الذين طالبوا بالحرية وطالبوا بالديمقراطية. هل مطالبتي بالحرية، هل مطالبتي بالديمقراطية بنظام يحكمني غير ديكتاتوري يعرضني للانتهاك المستمر في سرقة أموالي والهجوم على عرضي وما شابه ذلك؟ نقول للعالم تعالوا وانصفونا وانظروا إلينا ماذا يجري، تقفوا إلى جانب هذا الشعب الكريم.